أحبتي المشاهدين الكرام أينما كنتم، أسعد الله مساءكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة ببرنامجكم ضيف سامراء. ضيفنا اليوم هو ابن العراق، وجسد العراق في الكثير من لوحاته ورسوماته. رحبوا معي أحبتي الكرام بالفنان التشكيلي باقر الشيخ. أستاذ باقر مرحبا بك. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك وحياك الله في ضيف سامراء. أهلا وسهلا بك، بالعكس إلي الشرف، إلي الشرف بأن أكون ضيف لهذا القناة الجميلة. حياك الله. أنت ضيف على سامراء أم أنت عراقي حتى في روحاتك في رسومك؟ لا أنا ابن سامراء. شلون ابن سامراء؟ أي شوف العراق كله إلي. أي والله. شلون اشرح لي. أنا أهلي يعني أنا من كل محافظات العراق حقيقة، يعني ترى العراق بحياته مكان وسط وجنوب وشمال. أهلي وناسي من سامرة، وأهلي وناسي من البصرة، وأهلي وناسي من أربيل. وإن صارت السياسة هسه ممكن تجزئنا بطريقة أو بأخرى. السياسة؟ سياسة حقيقية. أم الأجندات الخارجية؟ شوف الأجندة الخارجية لا تنفذ إلا على يد أهل جلدتك، يعني لو كان ما إلهم وطأة عندك ما يقدر ينفذها. الخارجية شو يقدر يسوي بالعراق؟ يعني ابن البلد هو أولى أنه يحافظ على هذه الوحدة، يحافظ على جماليته. احنا كنا مدارسنا اتذكر ياخذونا الرحله يخيروننا بين الزوراء، بين سامره، بين نروح كلها سامره حبوريت سامره، نصعد فوق نتغدى ناكل. هاي سامره هاي نعرفها، نعرف اهلها. انا اساتذتي من اجمل الاساتذه اللي مروا علي واجمل اصدقاء الفنانين سامرائيين. هذول شلون انكرهم؟ انكر تاريخ بيني وبينهم. طلاب نعل سامره كنا سوا، رحلاتنا سوا، قعداتنا سوا، عيشتنا سوا. يعني سامرة رواحة حقيقة. جميل. واترك أنا يعني عندي هي اللحظات اللي نعيشها سوا هي اللي تنكتب لنا حقيقة مو المكانية. جميل. لكن منو اللي فرقنا، السياسة أم السياسيون أم ما جاء بعد الاحتلال؟ منو اللي فرقنا تحديدا؟ شوف الجهل، الكارثة اللي نمر بها. يعني إحنا الجهل. الجهل مو هو الجهل شلون صار، شغلة تراكمية ما نقدر نعترض على. هي حالة مو بنت اليوم، حالة تولدت النخبة اللي مثلي ومثلك لازم يتصرف هسه. ترى بالمناسبة المخطئ انتصاره بسبب سكوتنا احنا لا أكثر ولا أقل. صدرنا الناس الغير جيدين للمشهد السياسي، المشهد الثقافي. بالمناسبة احنا نقول السياسيين، السياسي حاليا دي يبحث عن مصلحته فقط بعيدا عن البلد، عسى ما احترق والدليل موجود. زين انت كمجتمع كابن بلد، المواطن حق المواطن حق الوطن عليك وينه؟ والله ارميها بحجه السياسي او السياسه او الاجنده الخارجيه، لا. انا مسؤول عنك وانت مسؤول عني. لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. ما اتصورها فشي اذا بتنطبق علينا 100%. انا اذا اروح دائما اركض ورا الطائفه، ورا العشيره، ورا هالمسميات المجزئة للوطن والتافه حقيقة. وبالمناسبة احنا نظام المحاصصة اللي عندنا بالعراق وتفاهة السياسيين اللي عندنا، خليني يعني اريد انصفهم والله. يعني انا مرات اريد احسن الظن بهم لما اقول اساليبهم التافهة مع المجتمع. انت اذا اجاك ابن بلدك ويريد يسيء نفسه حاول تصلحه. انا ما اقعد على كرسي مبني على اساس طائفي. كل اللي طلعوا لك حاليا، كل اسباب الدمار اللي موجودين بالعراق هم قاعدين على الكراسي حقيقه. انت اعتقد يعني الدوله مدنيه؟ اكيد احبها، اريدها، بلدي هذا. يعني انا اشعر بالاسى لما احضر اروح لاي دوله ثانيه غير. انت تخيل العراق بمصاف الدول يعني حتى ما تسمى دوله. ترى بالمناسبه احنا على مود لنغمض. اللي مشكله موجوده حاليا الاعلام الخارجي، احنا ما عندنا حكومه مثل العالم والناس. لحد هسه نحارب الاستقلال من عصابات. انت تتخيل دوله تسيطر عليها عصابات؟ وين راح الداخليه؟ وين الدفاع؟ وين الحكي اذا هو موجود؟ كان وزير دفاع وزير داخليه. انت تخيل وزير الدفاع نفسه وزير الثقافه بحياتها ما صارت. والله العظيم يعني انت لكونك جميله، انت لكونك فنان فعندك اشكال انه شلون وزير دفاع يصير وزير ثقافه وكذا. تراهم لي يلا هذا راديكالي عسكري جيش طلقات، وهذا ثقافة وفن وإبداع وعالم روحي. يعني ممكن ممكن حروب تخرج. زين احنا زين راح اضرب لك كذا. لا لا طبعا بالمناسبة هو حوار. طيب راح نسوي حوار. طيب زين عندنا احنا وزراء طبعا بدون ذكر اسماء، احنا ليش نتكلم فيهم؟ عندنا وزير مثلا احتل 6 مناصب 7
يقبون من المالية سبع صنايع ويطلع من المالية يفوت بالتجارة ومن التجارة يطلع على الداخلية. يعني ما عندنا غيره 30 مليون الله أكبر، ما عندنا تكنوقراط خلاص. طيب بس خلي احكينا، احنا اليوم نحكي بالتكنوقراط كثير، احنا ولا نريد حوار ثقافي لكن دخلنا بالسياسة. لكن ممكن وزير الدفاع وزير الدفاع وصار وزير ثقافة وكالة، ممكن هنا حرب وهنا يقوم برفع راء الحرب فيكون هنا حب. كشخص للأمانة يعني شخص جيد جدا كان مع وزارة الثقافة، بس وزارة الثقافة سلمت لمكان خاطئ. يعني أنت الفن لما سلمه لناس يكرهوه، مو هو كوزير، لا ما سبقه كانوا يتعاملوا مثلا الوزارات الغير فعالة. شوف هي البناء شلون يوقع، أنت من تجيب الشخص الغير مناسب تخليه مكان مو مناسب إلا أصلا. فجابوا رجالات ما لهم علاقة بالوزارات اللي تملكوا منها. ممكن أني المثل ضربته إليك، أني معقولة بهالبلد هذا 30 أو 35 مليون شخص واحد يمسك وزارتين أو يمسك أربع وزارات؟ ليش يعني؟ هو أنا أتركك كشخص. طيب أنت الآن واحد الواحد. طيب أنت أنت تحدث عن التكنوقراط وأنت تبحث عن دولة مدنية، لكن إحنا جابلنا السيد العبادي وزير التعليم العالي أستاذ الدكتور عبد الرزاق العيسى، رجل فاضل محترم أو أكاديمي. أنا ممكن لكن بالفترة لكن الأخيرة لكن ما عندي اعتراضات لأني صار لي يمكن خمس سنوات ومغادر العراق. لا لا لا، لكن الآن إحنا شفنا وزير تكنوقراط، وقبل أول تمبارحة حضر اجتماع التحالف الوطني قاعد هو بالاجتماع. وين التكنوقراط بالموضوع؟ هل تعتقد أن اليوم بإمكاننا أن نأتي بشخص نزيه تكنوقراط؟ أو أنا أرى خبيرة اقتصادية مبارحة بدون ذكر أسماء، دكتورة فاضلة كل دول العالم تبحث عنها، وهي تكتب في الفيسبوك أنا ليس لدي عمل لأن يعني حكومة سيد الحكومة اللي قبلها طلعتها لأنها ممكن عندها عداء ويا رئيس الحكومة. شوف تعتقد اليوم راح نجيب تكنوقراط؟ لا 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 صار. لا شوف مرة من المرات شلون قدمت بحث منظمات إنسانية، نعم، شلون نقدر نصلح الحال بالعراق؟ سؤال صعب هو حقيقة. قالوا لي شلون أنت بمجال أنت تدريسي، أنا فنان تشكيلي، نعم، سألني. قلت له لا تسألني على العراق كله، اسألني على المنطقة اللي أنا بيها اللي هو الفن، المنهج الدراسي الفني اللي إحنا جواد سليم وفايق حسن احنا نثقنا بالوسط الفني. جميل. الميدل ايست احنا اثرنا بكل دول المحيطة بينا العربية وغيرها، ترى العراق له تأثير كلش قوي بالفن. اكيد حاليا عندنا نوع من رغم الانتكاسة اللي موجودة بالبلد، بس ما زالوا الفنانين لان الفن ما لغة عالمية. جميل. فبوقتها قلت له عندنا مشكلة المدرب، احنا استاذ الفنون حاليا جبنا نماذج لأساتذة مو حقيقيين دي يدرسون حاليا، فاللي يطلع من جوا ايديهم مو حقيقي. هسه مثلا عندك التربيه، الاساتذه نفسهم اللي بادين ويا الابتدائيه، احنا اللي خسرنا جيل كامل لان جيل تعود على الغش، صار عندنا الرشوه عاديه، اللي ما ياخذ رشوه عيب. هذا جميل. احنا خسرنا الطاقات الانسانيه. شو يرادنا على مدى صحح؟ شو راد نبني الانسان بناء حقيقي؟ احنا فقدنا هذا بناء فني ثقافي تربوي. إيه؟ جميل. خلينا ننتقل الى الصدق والحق وهاي شغلات. جميل. خلينا ننتقل الى فاصل ثم نكمل. اذا احبتي الكرام مستمرين معكم في ضيف سامراء بعد الفاصل. مره اخرى احبتي الكرام مرحبا بكم مستمرين معكم في ضيف سامراء. ارحب مجددا استاذ باقر الشيخ فنان تشكيل عراقي. بدينا بحديث سياسه وتركنا الفن، لكن خليني ارجع وياك، من هو باقر الشيخ؟ والله مثل ما يقولون عني أو يعرفوني كفنان عراقي، نعم، أنا ابن العراق حبيبي هذا البلد، ابن بغداد تحديدا، ولادة بغداد، الأصول جنوبية بصرة عمارة، يعني تعلمت وتربيت بنص بغداد، معهد فنون، خريج معهد فنون، مواليد جميلة، مواليد 75 75 66 85 بالله عليك ما فرحتني بس هذا ذوقك حبيبي. لا روحك شبابية الله يخليك. أكيد بعدني هي كلها 30 عبرها غلط بالحساب. جميل. ولادتك في بغداد تحديدا بالحبيبية، منطقة الحبيبية. الحبيبية. أصولك
بصرة. الشيخ نسبة إلى والدي الشيخ، الشيخ مختار الحسن. نعم. وإحنا من عشيرة الآل أبو محمد، من أحد عشائر الجنوب، بس المتعارف عليه ابن الشيخ، ابن الشيخ إلى أن صار باقر الشيخ، الاسم الفني. الاسم الفني لي باقر الشيخ. والدك يرضى بالاسم؟ الله يرحمه أكيد. نعم. هو الشيخ مختار الحسن، هو اللي أنا كتبه. لا، أنه اليوم أنت كثير من رسوماتك، أنا كنت جوا شفت بعض الرسومات، كان والدي يعترض على رسوماتك أم ما لحق عليه؟ لا، إحنا فترة من الفترات ترى البيئة العراقية الضاغطة مالتنا، أنا بالنسبة لي أشتغل أيامه ما كان عندي هاي الأطروحات، خلينا نقول الأطروحات، اللي هو رجل دين أصلاً. نعم. فكان عنده نوع من المحاذير، فاهمني؟ بس رغم ذلك هو توفى بال91. ممكن أني بالبداية كنت طالب معهد فنون، يعني توفى بسنة ال91، أنا كنت صف أول معهد فنون. هو كانت بمباركته، لأن أخوي الكبير همتين طالب معهد فنون. جميل. لكن كان الفن. أنت قلت كان أكو محاذير. محاذير. لما كنت أنا كنت صغير ألعب بالطين، أسوي نحت، أدي لعب أنا لحد ما دخلت المعهد حقيقة ما أعرف في رسم. نعم. ورحت ألعب بالطين، فأنا عندنا حديقة كبيرة حوالين البيت، فأروح الظهرية وين أقضيها، طلع حطين الحرية وأظل ألعب، أسوي لي تمثال وهذه. فهو من يجي يقول لي بابا ليش تلفت يديك بعد لا تلعب بالطين، أنا ما يقول لي حرام، وهاي بس صغير ما أفتهم كلمة الحرام. فأخوي الكبير يقول لي يعني بابا يقول لك لا تغسل يديك ولا تلعب بالطين، ترى يقول عليك حرام. هذا شنو حرام؟ ما أفتهم حرام، أنا جاي ألعب شنو حرام؟ فقال لي، فرحت لأبوي قلت له ليش ما تريد نلعب؟ قال لي متوسخ يديك. صرت ألعب اللي هو اللعب اللي هو التماثيل وهذا، سويهن ونشفهن وأجي أغسل يدي وأجي أقول له بابا شنو رأيك بذني؟ بقوا عليهن يبوسهن، قل لي ما شاء الله شقد حلوات. قلت له استوني كنت تلعب بالطين وغسلتهن. بعدين يلا فهمت وين المحاذير مالته. الرسم ما كان عنده بي إشكاليات، إحنا بي أضغط المحاذير بالتمثال بالميول للنحت يعني أكثر. نعم. أنت الآن ميولك للنحت أكثر أو للرسم؟ أنا شوف الفنون التشكيلية كلها أحبها، ما اقدر، لازم انحت. الى الان تنحت؟ لحد الان نعم. ما التفتت الى المحاذير؟ لا لا، هذه المحاذير ذكرت اصابعك وهي متلطخه والطين. انا دائما اتذكره. هو شوف حلو انك تكون عندك هذه المحاذير وما تفرضها علي. انا مو رجل دين حقيقه، ولا ممكن راح اقتنع بيوم من الايام. انا اعرف ان الله جميل يحب الجمال، ما اتصور اني اللي الابداع او العمليه اللي موجوده عندي بها اساءه للدين او اساءه لرجال الدين او اساءه للرب. انا واحد من الناس اعتبر احنا كثير شغلات انا ما اريد افتي، لان هاي مو شغلتي، وبنفس الوقت ما اريد اني اشوف. احد الشغلات اللي خلت عندنا الفنون التشكيليه محط، خلينا نقول نوع من عدم الفهم الها، انها الحرمه. هسه انت مثلا انا فنان تشكيلي عالميا، لغه عالميه، رغم ذلك داخل بلداننا لحد هسه اكو ناس تضغط على فكره الحرمه مالتها. انا اشوف يعني ماكو بها هذا الشيء. جميل. لكن انت تشوف. اي والله. لكن مو رجال الدين. هذا شيء خصم. لو كان الشيخ مقتاض الان على قيد الحياه شنو راح يقول لك؟ وانت شو راح ترد عليه؟ انا عندك انت الله يرحمه. احنا تشوف تتربى بطريقه انت هذا الصح وانت رايك. بس هو كان يشوف الرسم بطريقه كلش حلوه الله يرحمه، يحب الرسم. والنحت فعلا ابتعدت عنا في الفتره اللي كان موجود فيها. والان الان البيئه، انت شوف شغلنا حاليا، احنا نشتغل حسب الرعاة. انا بالنسبه لي المعرض الفني اسهل حاليا هنا، لما نطلع برا لا اكيد النحت والرسم يتوازنون، بس هنا بالوطن العربي عموما وبالاردن مثلا النحت ما إلى شغل. فانت تصير هوايتك بالمشغل تسوي شغلات سيراميك، شغلات إلى النحت الفخاري. نعم. هذا اللي جميل. بديت انت ممكن الطفل بالنحت؟ رسم رسم مو نحت، انا رسام الطين، الفنون التشكيليه عموما. جميل. لكن متى اكتشفت موهبتك؟ من اكتشفها لك؟ الكل يقول لي باقر رسام، اجى الرسام راح الرسام. انا ما كنت اعرف شنو الكلمه هذه، شنو معناها. طفل 6 سنوات ابتدائي، ها
بالأول ابتدائي كنت الأطفال بالمنطقة يجون مثلا يقول لي سوي لي هاي وخذ بمكانها فلان شيء ارسم لي هاي الرصاصة. لا لا بيهم كانت بوقتها مثلا كنا نلعب ألعاب يعني ما يسموها هاي الدعاب والتصاوير فد شيء معين. نعم. ومرات يجيبون لي هاي الهدايا البيبسي والبسكت فشي بسيط بالمدرسة ارسم لي هاي الرسمة أنا هماتي يعني مرات مجانية مرات الشعبة كلها. كان عندي أستاذ اسمه أستاذ عبود أبو سلام الله يذكره بالخير. شوف أكو ناس يأثرون بيك مدى الحياة وإن شاء الله الله يسلمه ويحفظه إذا موجود عني صار لفترة طويلة ما سمع عنه خبر. كنت شاطر بالمدرسة فكان وهو بالمناسبة أحد الأسباب رحت بسبب المعهد تخيل ظل وراي لحد ما وصلت للمتوسطة وراح أقنع والدي وجاء للبيت على مود يقول له باقر يروح معهد فنون. جميل تخيل الحالة. هذا كان يخلي الطلاب الموجودين بالصف يجيبوا لي أوراق هذا يقول لي اترك وأرسم لهم كل واحد رسمة أتمرن بدون ما أدري. بعدين من رحت للثالث متوسط وتعرف يعني دخلت معهد فنون دريت بنفسي أنا رسام. من اكتشفك؟ بالمعهد لا تقريبا في البداية هل هو الأستاذ عبود؟ لا لا اكتشافي كان من ضمن البيت يعني أخوي الكبير سعد. نعم اكتشفك. أخوي من نم دعمك نمى موهبتك وانت صغير مرات لما وانت صغير مو أنا لا لا يعني أكيد. نعم من بعمر الطفولة كنا احنا 6 أخوة. نعم. فكان الكبير هو الرمز مالتنا. جميل. وكان عضلته اجمل عضله بالعالم. نعم. وطوله اجمل طول وهو احلى واحد فعليا. جميل. انت تشوف اخوك بهالطريقه. نعم. فكان يرسم ويسوي لنا مسابقات رسم. جميل. فكنت احب ارسم وياه فهذا انا اعتبره الدعم الاول ووالدي كان يشتري لنا المواد. طيب كان والدك ما يعارض اطلاقا؟ لا لا يعني تعرف شلون قد ما هو خلينا نقول ابن الجنوب ورجل دين بس كان عنده نوع من الديمقراطية الجميلة يعني يعني ما يضغط عليك يخليك انت تكتشف يعني انت لولا الديمقراطية ما اكيد انا تربيت بهالطريقة هذه. نعم. تربيت عندك رأي عندي رأي اسمعك وتسمعني وما بنختلف حتى الاختلاف لا شلون يفسد في الود القضية قضية ابدا. ممكن انت تستمر بحياتك تستمر بقناعاتك وانا استمر بقناعاتك. طيب دخلت بعدين معهد فنون. جميل. دخلت معهد الفنون سنة 89. نعم. أول سنة بوراها صار يعني عشت الحرب الإيرانية. الحرب الإيرانية لحد ما توقفت الحرب الإيرانية أحلى أيام يمكن سنتين بعدين دخلنا حرب الكويت بما تسمى يعني عندنا دخولنا للكويت واللي صار بعد الدخول للكويت ووفاة والدي بس أنا بهاي الفترة كنت أول معهد فنون يعني. جميل. يمتى خلصت؟ كانوا الأساتذة إحنا كنا نطول بالمعهد متعة إنه الدراسة. كم سنة ظليت؟ ظليت من 89 إلى 96. 7 سنوات ترسب ولا شنو؟ سنتين الرسوب هو 5 المعهد. فكنا تعرف بوقت من الأوقات مثلا قلت لك متعة لدراسة الفن مجانا ودراسة مجانية فعليا يعني. أيه. وإحنا كنا يعني حتى أنا من خلصت انقبلت جامعة موهوبين يعني أنا أقدر أستمر بها بس تركت. ليش؟ كانت ظروف مساعد فترتها خصوصا 96 وهذا 96 وإنت كشاب وعندك التزامات وعندك شغل فانقبلت أول أشهر بالكلية شفت الوضع ما يتحمل فقلت أشوف يعني أمارس الطقوس الحياتية اللي هي السفر. جميل. بداية العمل الدراسة الأكاديمية خدمتك كثير طورت من موهبتك. المعهد أثرت تشوف الدراسة بحد ذاتها ما تفيدك ممكن بمجتمعاتنا إذا لم تكن عاشق والاحتكاك يعني أنا تعرفت على فنانين. نعم. أصدقائي هم حاليا بس الاحتكاك بهم علمني. طيب يعني ماذا فقط الدراسة لك؟ أضاف لك الخبرات الخبرة العملية يعني فترة كنا نشتغل بالفن نرسم لوحات كوبي. نعم. أساتذتي مثلا بالمعهد أتعلم أكاديمي دراسة أكاديمية خارج المعهد أتعلم الدراسة اللي يسموها الأغلبية الفن التجاري مثلا أنا كنت أستفاد من التجاري والأكاديمي أجمعهم سوا أدرس النمطين أدرس الدراسات الكلاسيكية المدرسة الكلاسيكية أدرسها بطريقتها الصح
صرت بروفيشنال بيها. المدرسة الواقعية الروسية، المدرسة الانطباعية، مو بأنك تمشي على المدارس هاي مجرد أنك تأخذها ككتابة وخلص، لا، الدراسة اللي أخذتها عملية. إحنا دراسة معهد فنون هاي السبع سنوات يسموها الدراسة العملية. الدراسة العملية صعبة بس يراد لها على حشايتك. واحد موهوب، واحد يحب العمل، يعني ممكن التمرين 12 ساعة. الآن أنت تتبع إلى أي مدرسة؟ أنا حاليا بالشغل مالتي تقريبا مو حسب النمطية اللي أنت تشتغل عليها. مثلا فترات بشتغل الواقعية، أنا أحب الواقعية التجريبية، وأحب الأبستراكت الحداثة تعبيرية. التعبيرية هي من ضمن بين المدرسة الواقعية وبين الأبستراكت، ممكن بين الحداثة تدخل من ضمن النمطية. طيب يعني ماذا تختلف اليوم الواقعية عن عن غير مدرسة؟ مو هي، أنا أقول لك شلون يعني المدارس ونشأتها. لما نقول المدرسة الكلاسيكية، المدرسة الكلاسيكية أيام الفن الكنائسي، مايكل أنجلو، دافنشي، كارافاجيو، هذول فنانين المؤسسين العصر النهضة. مثلا تجي للانطباعية موني ورينوار واللي بقية اللي إجوا بعد المدرسة الكلاسيكية، المدرسة الانطباعية. تيجي بورا المدرسة الانطباعية المدرسة التكعيبية والتعبيرية والرمزية. هاي طبعا نسهب بيها إلى آخر، يعني ممكن أعدادها أنا هسه أذكر لك أمثلة والفنانين مالتها. المشكلة إحنا نمطية الفنان شي يحب. أنا مو من النوع اللي أتحدد بمدرسة واحدة، أحب أرسم اليوم واقع. بعضهم أشوف رسامين يجيب له لوحة وملطخ عليها تلطيخ صبغ، تسموها تلطيخ، هذا الأبستراكت الحداثة. نعم. شوف كيف تقرأها لهذه اللوحة؟ هذه يراد لك ثقافة فنية. المشكلة هنا أنت هسه مثلا كإعلامي من النخب، أنا أدري بيك لما قلت تلطيخ تريد توصل للمشاهد، أنا أعرفك أنت وأعرف ثقافتك، فممكن أنت تريد تبين للموجودين لما يشوفون. إحنا خاصة كوسط الميدل إيست كله، وخلنا نحكي الشعب العراقي زين، عندنا نريد الواقعي، نحب الفن الواقعي، نريد الحصان يركض، نريد الدلة والهذي، نريد الواقعيات والكذا. هاي فنون واقعية مبنية على أساس البيئة الضاغطة مالتنا، ثقافتنا ثقافة واقعية، فما نحب الأبستراكت والحداثة والتعبيرية والتكعيبية، شغل بيكاسو ما نريده. شنو هذا الحد هسه؟ نصب الحرية هذا حداثة قمة بالتجريد، يعني مال جواد سليم في نصب بغداد. الجدارية مال ساحة الأمة الفائق حسن، يعني أعمال خطرة جدا وهي حداثة بنص بغداد، بس المجتمع يحب الواقعي. مجتمعك البسيط من ناحية الفنية، الناحية الفنية، رغم أنه قديم، إحنا أقدم المجتمعات الفنية بالشرق الأوسط. أكيد من حضارات. حضارتنا ممعنة بالفن، بس أنا أحكي لك كمجتمعات، إحنا ما نقدر ننسب نفسنا للسومريين حقيقة يعني. ليش؟ مع الأسف. ليش؟ السومريين عاشوا ويانا على الأرض هذه وأنتجوا حضارة، وإحنا ممكن جيناتهم بينا لحد هسه. إحنا نستخدم مصطلحات سومرية، بس المشكلة وين صار؟ جمالك سومري، إيه، نظرات عينك إيه؟ بابلية، ما شاء الله عليك. أنت نظراتك الحلوة. شكرا. القصد شاركنا الأرض إحنا وياهم، بس ما شاركنا المنجز. إحنا هاي الفترة الخلل بينا أي كمجتمعات. أنا أقول لك أرجع لك إياها. نعم. مثلا الفن عندنا، نحب الفنون الواقعية لسبب إحنا ما عندنا تركة فنية، يعني التراكم الفني راد لك فترة. يعني هسا أنت تشتري لوحة تقتنيها تخليها بالبيت، من يجي ابنك يشوف اللوحة هذه تراكميا راح يصير عنده نوع من الخبرة بالفن. اللي يجي وراء ابن ابنك راح يصير الجيل الثالث إلى علاقة بالأعمال الفنية. أكو نوع من التراكمية، نوع من الفهم. إحنا نفهم بشغلات هواي، بس الفن ما النبي. النخبة قليلة جدا وأغلبها هاجرت بسبب الحروب. جميل. لكن أنت جسدت الحروب في رسوماتك. أي. أثرت الحروب على رسوماتك؟ أكيد، بس مو تأثير حرب إيران. جينا أنا كنت أحاول دائما أبتعد عن هذه الشغلات المواجهة. ليش؟ دائما المباشرة بالطرق، يعني ممكن أشتغل عمل عمليا يخصا الحرب هذه، ممكن أشتغل عمل عمليا. أنت الفنان ترى يشتغل آلاف الأعمال بحياته، فأنت بتشتغل عمل عمليا لمجرد صارت هذه الحادثة. مثلا ممكن قضية فلسطين كانت تعني اللي كنت أشتغل عليها كثير رسومات لك. لا، عن فلسطين أهماتي قلت لك، يعني مرت علي تأثر بي، يعني
أنا أحب أي شيء بالوطن العربي حقيقة، مالتنا هذا. المشكلة اللي تصير أنت كفنان لازم تصير موثق للحالة، بس توثق بش كم عمل؟ 5-6. جميل. وأنت تشتغل على غير فلسطين عروبيا ماذا؟ عروبيا مثلا أنا أحب التراث الأردني، اشتغلت معرض قبل فترة دعتنا إلى مؤسسة إنقاذ البتراء. نعم. كان من ضمن النشاطات رحنا للبتراء، سويت ورشة عمل هناك ومعرض مشترك ويا أطفال البتراء، ومكان يجنن حقيقة يعني إعلاميا ماكو عليه أي دعاية، مع العلم بغير مكان تلقى عليه يعني شون الأهوار بالعراق فجأة صار لها نوع من الصدى رغم أنها بهاي الفترة كلها متروكة والناس ميتة بيها. المشكلة أنت التراث العراقي مثلا، يعني اشتغلت الآثار العراقية شلون حاولت أمزجها ويا الأعمال الفنية مالتي، حاولت دائما أشتغل على التراث وأشتغل على الواقع اللي موجود، اشتغلنا على الدمار اللي صار بالعراق، السجون، مثلت صار عندي معرض اسمه فيس يعني وجوه، بس وجه اشتغلت وجوه معبرة تنطيك ايش صار وياها تستقريها بس كي. صحيح هو حزين حزين جدا. انت كلها رسمت كلها حزين؟ بش اسوي؟ ما رسمت واحد معرس واحد ماكو عنده ماكو والله عيد ميلاد. بالمناسبة احنا شعب نحب الحزن، اكتشفته بتواصل. تدري أنا صار لي فترة كلش طويلة أميل، إحنا حتى أنا دائما مرة يمكن تليفون إذا تلقى بيه نغمة بيها ونا، إحنا أمهاتنا تخلينا بحضنها وتشتغل تون الليل كله تنومك، أنا كنت أنام على ونتها من تون الواحد من أولاد أخوي. تخيل الحال، أنا لحد هسه أمي أتذكرها الونة مالتي بمقام الحجاز، تخيل يعني لحد هسه من تريد تسمع شيء تفرحك تسمع هاي الونة. احنا مجبولين بالحزن، بس حزن جميل. مو جسدت حزن الحزن في كل في اغلب رسوماتك عليها طابع حزين الان؟ لا لا لا، يعني انا قلت لك انا ابن اللحظه، مو قلت لك ارسم لي فيس معبر او لا لا، رسمت عرس الطفل اي، ورسمت الدبكه اللي هي مالت الغربيه مال صلاح الدين تحديدا، يعني رسمت مفردات جميله اللي عندنا، رسمت ام الشاي من تبيع وتضحك، رسمت الواقعية بكل أنواعها. جميل. بس بنفس الوقت رسمت خطية واحدة قاعدة ببابا أبو غريب، سجن أبو غريب، ولازم أبيدها العلاقة مال مواجهة. التأمين الوطنية، شركة التأمين الوطنية. أنت شايف المفارقة إنها جايبة المواجهة الأكل مال السجين بشركة التأمين الوطنية، التأمين الوطنية العراقية، شايف اللوجو مالتها؟ معروف. وهي واقفة بباب سجن أبو غريب والأسلاك الشائكة وراها، أو رجال عمره 60-65 سنة وتلقاه لازم سرة، هذا لازم السرة على انه بده يواجه واحد جوا بالسجن ولا معتقل. هذا بالمناسبة بالعراق لعب بالك بتي اليوم هاي السالفة، قبل 40 سنة نفس الحالة، 35 سنة، 30-25-15-10 ولحد هسه شو وقت نخلص. جميل. خلي انتقل الى فاصل نشوف رسوماتك بعض اعمالك وبعدين نرجع. حبيبي الكرام مستمرين معكم مع باقر الشيخ فنان جميل. الله يخليك. بعد فاصل. مرة أخرى عبد الكرام مرحبا بكم، مستمرين معكم في ضيف سامراء الأستاذ باقر الشيخ، مرحبا بكم مرة شرفي أخرى. أنت أنت طلعت من العراق وليش؟ أنا كنت مقيم بعمان قبل 2003. نعم. بس اضطريت للرجوع أثناء الحرب، يعني قبل الحرب بشهرين بثلاثة رجعت لبغداد، وبقيت ببغداد أتنقل بين يعني كل ما أطلع أرجع، بس لحد 2010 غادرت العراق. سبب يعني الوضع ما لك تهديد كذا شنو بالضبط؟ هي أكيد أكيد. شوف أنت كفنان تعرضنا لضغوطات كثيرة. من الكل يعتبرونك جسم غريب، رجال الدين ما تقبل بيك، رجال العاديين ما يعني انت ترسم لي عري وما لا 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 والله بدون طبع. العري لا, لا لا بدون العري كفنان اكيد رجال الدين ما راح يقبلون. زين راح ابين لك اضرب لك مثل استاذ باقر. لا نعم يلا شوف بين لي. شوف هسه راح اقول لك شغله واحده، انا ارسم كل انواع الفنون حقيقه. نعم. ماشي الحال، بس بحياته ما كان العري هو سبب المغادره. كاستاذ تهددت. نعم. كصاحب راي تهددت. الان عملك استاذ اسمعني،
أنا أستاذ أدرس فنون حاليا. نعم، وين تحديدا؟ حاليا في العراق. وين كنت تدرس؟ أنا أدرس معهد تراث كنت. نعم، في عمان. وبعمان حاليا مراكز فنون أهلية، ومرات كنا يعني. أنت مشغول من الصبح ما شاء الله، والآن الحمد لله نصور عندك أيضا بعد محاضرة. إيه عندي محاضرات. نعم الحمد لله كأستاذ مو شوف أعتمد على بنيتي الحقيقية، يعني أنا معتمد على إمكانياتي للآخر. أنا واخذ الموضوع بجدية حتى من كنت بدرس أيام المعهد. طيب. أخذ الموضوع بجدية، أجي أول الناس وأطلع آخر الناس. أنا أريد أوصل رسالة، أريد أطلع جيل جديد. طبعا رجال الدين يرفضوك إذا أنت ترسم لي عري وكذا، يعني أكيد رجال الدين ما يقبلونه. يعني أكيد ما راح يقبلونك. لا لا، الحقيقة ما كان أكو عري. أنا أصلا الأعمال اللي أنفذها ما بيها العري ولا بيها إيروتيك. الأعمال اللي أنفذها بيها نوع من الجرأة، جرأة الطرح. يعني مثلا احنا عندنا الرسم بحد ذاته هو جريمة عند رجال الدين، حرام. خلنا نختصرها زين، ما نريد ان نبيض وجه احد. هم عندهم فد مبادئ معينة ينشروها بطريقة مؤذية، انت رأيك يصير غلط. مثلا رجال الدين جايين على الرسم وتاركين الرشوة. زين، احجب الرشوة، احجب الفساد اللي دا يصير بدوائر الدولة، احجب الانسان الجوعان بالعراق. متوجهين احنا بالمناسبة المثقفين والفنانين اللي من العراق تهاجموا مهاجمة مو طبيعية. انا عندي اصدقائي فنانين 5-6 فنان رسم، شنو يقتل هذا؟ يقتل لمجرد انه فنان تشكيلي؟ ما تصدق، يقتل لانه استاذ جامعي؟ يقتل لانه او يهجر لانه مجرد انه باحث؟ انت ماذا عملك؟ عملك شنو؟ انا مثقف، انا عملك أنا فنان أنت تشكيلي حاليا. انا ايه؟ انا فنان تشكيلي. نعم. واستاذ فنون، درس استاذ وين؟ عملي ادرس الفيجوال ارت، الفنون الكلاسيكيه والواقعيه بمركز الاورفلي ومركز مريم، مراكز كثيره لتعليم الفنون. جميل. بالعراق شنو كنت؟ كنت استاذ فنون بمعهد التراث وموظف على وزاره الثقافه. وتركت الى الان موظف؟ لا تركت. يعني ما تاخذ تقاعد؟ لا ابدا. لا منين لي؟ انا الراتب نفسه 7 شهور منطونيا. شوف وزير الثقافة لهذا. شو وقت تقول على وزير الثقافة؟ لا لا بداية اللقاء. لا لا والله. شوف جميل. شوف وزارة الثقافة انطوها للحزب الإسلامي أو حزب العلاقة بالأحزاب الدينية. نعم. أنت تخيل وزارة الثقافة للأكراد، يمكن فرياد راوندوزي بالنص كان. بالنص بالنص أتصور. بس إدارة دائرة الفنون التشكيلية صارت من حصيلة حزب معين، فصدقني ما جابوا واحد وأنا مسؤول عن كلامي لحد هسه. تكنوقراط؟ مو تكنوقراط، كون إلى علاقة مار من جنب الفنون. ممكن هسه عندنا الآخر واحد اللي هو الصور بدون ذكر اسمه أو أذكر اسمه، ممكن يحكوا لي عنه إنه إله علاقة بالفن العتابي أو يعني تخيل لهالدرجة أنا تارك الموضوع. نعم. ولا مدير دائرة فنون بمجال اختصاصه. حاليا إجانا وزير ثقافة شفيق مهدي اللي هو مسرحي. ممكن إحنا ارتدادنا بورا 13-14 سنة يلا استقرينا على وزير ثقافة إلى علاقة بالمجال الفني. فهمت علي؟ شلون على العباد يقول ما يجيب انك نقراط؟ شوف انت انت طيب خلينا انت الترقيعية، الحلول الترقيعية احنا ما عندنا وقت. ايه؟ انت بالمناسبة الدعم المؤسساتي مالتك اللي تقول لي عليه هسه العبادي جاب لي وزير يرضيني به، 14 سنة هو مأذيني، والحد هسه بالمناسبة الوزارة مليانة موظفين ما لها علاقة بالفن، خريج ري متعين بوزارة الثقافة، حبيبي أنت. جميل، خليني أنتقل بيك سريعاً لأنه عندي الوقت. معارضك اللي أقامتها؟ أنا أول معرض إلي كان بقاعة حوار، عند قاعة حوار ببغداد. نعم. بالوزيرية، اسمه ذاكرة الجسد. ذاكرة الجسد. وهذا المعرض لاقى رواج حلو الحمد شنو لله. شنو الرسومات؟ الذاكرة إنسانية. أغلب الرسوم مالتي كانت تتحدث عن الإنسان، عن المرأة تحديدا. وإن شاء الله تشوف من الأعمال مالته. يعني استخدمت المكس ميديا اللي هي عبارة عن تكنيك جديد، وحاولت أمزجه مع الدراسة الكلاسيكية، فطلع عمل بنوع من الهرموني، الشفافية ويا الخشونة شلون تصدر شلون تطلع. حلو. واستخدمتها بأغلب الأعمال وراها. جميل. وبعدين انتقلت عندي معرض بالأونسكو، قاعة الأونسكو ببيروت، كان معرض مشترك للفن العراقي المعاصر. أنا عضو جمعية التشكيليين وعضو نقابة الفنانين التشكيليين العراقيين. وجيت العمان سويت معرض جماليات العتمة، كان يحمل نفس المبدأ. جميل. بس من اسمه جماليات العتمة احنا كنا شوية
نوع من الظلمة الحقيقية والعتمة الحقيقية. فرغم ذلك من العتمة قدرنا نطلع جماليات إنه وهماتين كان الموضوع مالتي الإنسان. جميل. أحب الإنسان بطبيعة الرسومات. أنا أعتبر إن الإنسان أهم شخص، أهم يعني سبحان الله أجمل شيء خلق هو الإنسان. جميل. غيرها معرض. معرض. أبعدوا الدمار عن بغداد. كنت أبعدوا الدمار عن بغداد وراء السقوط مباشرة وراء الحرب الأمريكية العراقية 2003. كان مجموعة فنانين إحنا مع الأسف أغلبهم ماتوا بالتفجير وبالقتل، اسمها أبعدوا الدمار عنا. فتحت بقاعة فندق بابل، استمر لمدة يوم واحد مو أكثر، بس كان يحمل معاناة العراق والدبابة الأمريكية اللي دخلت على العراق والدمار اللي سببته والجسور المفلشة والناس الجوعانة والسجون اللي انملت، كل هذا بحثناه بوقتها. بس تعرف الإعلام ما يركز على هيك مكانات، يعني حقيقة هذا المكان ما يضغط عليه. من جهة العمان هماتين اشتغلت قبل لا أجي لهنا، اشتغلت فيس اللي هو معرض عن الوجوه المعبرة. اختاريت الوجوه العراقية القديمة من الشمال للجنوب، اختاريت بنت الرمادي واختاريت ابن السليمانية واختاريت ابن الديوانية، كلهم خليتهم بس أخذت وجهه والبصرة والتعابير. أكيد البصرة أولهم. أخذت التعابير والتجاعيد والخريطة اللي ينطيها بوجهه، والحمد لله مع النظرة البسيطة والتوفيق من رب العالمين كان معرض جميل أيضا. جميل. الحمد لله. آخر المعارض؟ آخر المعارض كان معرض البتراء، أماتين معرض مشترك. وكان عندي آخر معرض سويته لطلبتي فقط، المجموعة اللي تطلع عندي طول نتاج، خاصة اللي انطوا نتاج اللي مغتربين. أنا هنا بالأردن أدرس طلبة مغتربين هواي، عراقيين تحديدا، الأغلبية من العراق يعني. وعندي طلبة أردنيين وطلبة فلسطينيين وطلبة من أغلب دول العالم. بس كان المعرض يختص تقريبا، خلينا نقول ناخذ الطرف اللي إنه معرض طلبتي اللي هما بداية لون على قاعة الأورفلي، وكان معرض ممتع جدا، والطلاب هماتين حلوين يعني شغلهم يجنن. فهذه من ضمن آخر إنجازات أنا أعتبرها معرضهم، لأن حسيت إني خرجت وجبات. إحنا التدريس عندنا خاصة الفن خلنا نقوله نوع من الرسالة، حلو من تلقى أحد يسلمها إله. جميل. كل اعتمادهم الآن على أي مدرسة اللي هي الواقعية من الكلاسيكية؟ لا هسه حاليا تقريبا أنت تبلش كلاسيك تنتهي بالأبستراكت. هي مسيرة، انت توصل للمكان تحب تشتغل انطباعي تشتغل، شو خصنا بك انت كفنان الان؟ انت تستخدم الحداثة اكثر شيء بالرسوم الان حاليا؟ احاول امزج بين الحداثة الابستراكت مع الواقعية، اظهر بمظهر جديد. انا المدارس اقدر اتلاعب بها، عندي الادوات، عندي الامكانية، ليش لا؟ يعني بتكون عندك الامكانية تمزج بين الشعر الحر والعمودي، وين المشكلة؟ بالضبط هو شبه هيك، الشعر العمودي القديم الكلاسيك والشعر الحر الحديث. طيب لعاد انت جابك على العري ترسم عري. تجنبت هذا لا قاعد عري. انت هسه طريقة سؤالك غلط. بس اسمعني، مو هيك غلط. ما هي رسالتك من هذا الرسم؟ سوري. انا ما انت شفت الاعمال؟ اشوفها. لا طيب. انت من تقولها تقولها كانك ما شايفها. طيب انت شوفها صح، هو حقيقة ما موجود ما موجود جسد، ماكو خطوط، تلقاها عبارة عن رمل غواش، ماكو إيروتيك. طيب. تلقى بس اشتاف، ماكو عري. طيب. بس حسب رؤية المشاهد، إذا كان مريض نفسيا راح يشوفها بطريقة مريضة. طيب. إذا كان أنا أنطيه الخيار، هذا يسمونه الكونسبشوال آرت، أنا حتى ما أخلي لك ملامح وجه باللوحة هذه اللي رسالتك من هذه الرسوم. الرسالة أنت تقول أنا اليوم رسول وصل رسالة مسيرة إلى آخره. الرسالة رسالة الفن مو ما مخصصة بهاي المدرسة تحديدا، فاهم عليه؟ إحنا ما يصير نخلي هاي المدرسة هي اللي أنا هذا عمل اللي أحبه أنتجته لفترة من الفترات، أبين للعالم، أبين إحنا مثل ما موجودة أيام الكلاسيكية مايكل أنجلو دافنشي موجودين إحنا هسه. بالعكس الفن ما بي شنو الرغبة منه، الفن جمالية، أنا إثارة جمالية، هاي لغة جميلة مثقفة أكثر من المثقف والإنسان اللي يستمتع بثقافة وذوق ما
ما تقدر تقول له ليش تحب الموسيقى الكلاسيكية، ليش تحب باخ، ليش تحب موزارت. أنا أحب موزارت وباخ، شو أسوي؟ وضعية الحب والإنتاج هذا شيء خص بيك، بس العمل الفني ما يصير ينتقد بطريقة يعني مواصل. أنت يعني شلون هسا أنطيك معلومة خليها تكون عندك، مثلا أنا ما أقدر أمسك شغلة واحدة وأصير أضغط عليها وأترك باقي الإنجاز. هسا أنت ضجت ليش أنا يعني؟ لا لا، مو أسلوب أسلوب العري، شلك العري حقيقة. الإنسان هسا أنت واحد من الناس، يعني ممكن بالتلفزيون ما تنحكي، بس جسد الإنسان أجمل شيء الله خلقه، ورغم ذلك إحنا كل المحاذير مخلينا عليه، إحنا قمة بالازدواجية، اللي نحبه ما نريد أحد يحكي به، صح؟ المرأة كلها يحبوها، ها؟ بس لا، ما يصير الرسم، ما يصير يطلع وجهها. جسدت المرأة كثيرة في رسوماتك؟ أكيد. عن غبنها، عن حقوقها المسلوبة عندنا. أنا مو ما أريد أبين نفسي كفارس للمرأة، لا والله، بس اكتشفت اكتشاف، إحنا مجتمع ذكوري قاسي جدا، مجتمع حتى قاسي على الذكر نفسه، تخيل. إحنا مجتمع قساوته على الرجل أيضا، بس رغم ذلك المظلوم الأكثر عندنا المرأة، المرأة بكل تفاصيلها. أمك مظلومة، وأمي مظلومة، وأختك مظلومة، وزوجتي مظلومة، وزوجتك مظلومة. المشكلة مظلومة بناء على الهرمية اللي موجودة عندنا بالبيئة الضاغطة. الاتجاه القسري الجماعي يفرض علينا نعاملها بطريقة، رغم دلالنا إلهم، بس رغم دلالنا إلهم إحنا بنفس الوقت ضاغطين عليهم ضغط غلط. فلذلك تلقى كل العقد عندنا إحنا. جميل. إحنا عقدنا بالمناسبة عقد الشرق الأوسط، عقد اللي ما موجودة بكل مكان. جميل. جسدت العراق؟ أي. كيف؟ رسمت أعمال تخص الماضي والحاضر، جمعت بين الموصل والبصرة، حاولت أقارب بيناتهم بالأعمال التراثية، الحارات، البيوت، التراث الأثري، المعاناة اللي نعانيها كنا سوا، كل هذا حاولت أجسده بالأعمال. العمارة؟ العمارة أنا صحيح ممكن أن أصلي منك، بس والله يعني هي قطعة من العراق، فأنا كنت أجسدها بالأهوار. حنينك الآن أكثر شيء وين تحن؟ خلينا نكون واقعيين. أني؟ أي. الأمي والله. الله يرحمها. إلى أي منطقة؟ الله يرحمها. إلى أي منطقة؟ أني من سكان الحبيبية، بس أنا عشت بالكرادة، كرادة على الجوة، فبغداد تحديدا أنا أحن لكل مكان ببغداد. والله أنا عشت بكل بغداد، من زغر ربيت، من أنا كنت بالأعظمية براس الحواش يعني، وطالب معهد فنون بالمنصور، زوراء مقابيلي، يعني 24 ساعة سايح بأرض الله. فشريد أتذكر، لو أتذكر يعني، يعني أنا أحن، ترى بالمناسبة المكان بالمكين، أنا أحن لأهلي. المشكلة أهلي كلهم غادروا، غادروا أصدقائي كلها سافرت، الممات ببغداد، سافرت تلقى بكندا وأمريكا وأستراليا. جسدت هاي اللحظات أو الموت في رسومات؟ أكيد. أكم من عمل كنت أجسدهم بس مو واضحين. هاي الأعمال اللي يقولون عليها العري كنت أقصدها كأجساد طائرة، أرواح. كنت أشتغل الفقر، عبارة عن فقر أبيض، بس يدخل من ضمن العمل الحكي عنه مو مثل الشوف، لأن إحنا الفنون مالتنا بصرية. الفنون البصرية تختلف من ذائقية لذائقية، ممكن تعبيرها يختلف، بس كنت مجسدها. والموت هو ترى بالمناسبة نوع من الغاز اللي تمر علينا، بعمره ما كان مخيف بالنسبة لي، ولا كان فشي غريب، لأن يمكن الشيء الوحيد اللي نقدر نقول عليه واقع حال، يعني الوحيد اللي ما تقدر تنكره. إذن كيف ترى الموت؟ والله أرى نقلة ثانية، مرحلة ثانية راح نروح لها، وعند الله العلم أنا ما أعرف عنها تفاصيل، بس شوف إحنا إجينا لهاي الدنيا ما نعرف عنها أي شيء، وحبيناها بكل مساوئها. والله اللي تمر عليه واحد لازم ينتحر ثانية، بس رغم ذلك حبينا الدنيا ونتمنى الدقيقة منها. فإحنا هم منتقلين المكان، هاي فلسفتي، ما راح نعرف عنه شيء وراح نحبه. ترى الجسد مرحلة أولى. جميل. جسدت الدنيا بما أنك تحب الدنيا؟ صعبة هي،
هي صعب انك تجسدها. وبنفس الوقت شوف، احنا مو احرار حقيقه، احنا فاقدين الحريه بمعنى الحريه. ابو فيصل، فقدنا حريه الاختيار. شو وقت تفقد حريه الاختيار؟ لما ما تقدر تعبر عن نفسك او عن ذاتك. هسه انا وياك باللقاء اكو كثير حكي ما اقدر احكي. لا احكي؟ لا ما تقدر، لا انت ولا اني، لا انت ولا اني احكي لك حقيقه. لا، لا اختياراتنا نقدر، يعني فقدنا الاختيار. بالاضافه لهذا كله قلت لك احنا نحب الدنيا لممارساتنا اللي عايشينها. تقعد الصبح وتنام بالليل وما ادري ايش تسوي، ابنك وعزيزك وطلعتك وطبتك ورسمك، بس حقيقه كله هو هذا ما يجي جنب راحتك كانسان. احنا معاناتنا الحقيقيه، يعني معاناتي كعراقي، تبقى طول عمرك حزين انت، كل هذا ضحكتك فجاه لقطه بالتلفزيون تخليك انفجار بالكرادة يدمر لك حياتك، تبقى اسبوع كامل تنوح عليه. الموت صار قريب إن الى درجه صار الموت والحياه تقريبا قطعه واحده. كثير من الاعمال انا كنت اشتغل على هالاساس. جميل، كل تقارب بيناتهم. سريعا الان انت قدوتك في مهنتك او في هوايتك نقول حقيقه، أنا المرجعيه الفنيه انا اعتبرها كثير لي قدوه هنا، فنانين كثار وكبار عراقيين اجانب من المعاصرين. المعاصرين مثلا احبهم، لان انا بالنسبه لي اللي موجودين احنا، يعني انت سالتني سؤال ممكن هسه مليون اسم اجى براسي، هاي مشكله. قدوه احبهم اي، بس كقدوه انا اقتدي مثلا اكثر شيء احب اني اتعلم منهم واضيف لنفسي شيء. لان ممكن لو سالتني هذا السؤال قبل 5 سنوات قبل 10 كنت اقتدي بفلان بفلان بفلان، بس بورا فتره نضوجك الفني تصير تحبهم بس تريد تطلع شيء جديد. حقيقه اغلب الفنانين، انا اوجه تحيه لقاسم سبتي ودائما باي مكان احكيها، رئيس جمعيه التشكيليين العراقيين، اوجه الاستاذ شنيار العبد الله استاذ فنون حاليا بعمان، استاذ ماهر السام الرائي، طبعا ذول من الفنانين الرواد اللي استاذ اكرم ناجي، يعني والله سيروان باران، ايش اذكر لك ما اذكر لك، العراقيين مزاحم الناصري حبيبي، كلهم فنانين. يعني تقول لي تصيرون قدوه لك؟ اكيد هم قدوتي، ما اقدر. وبنفس الوقت احب كل منجزهم. جميل. ان ستنجز اكثر مما انجزت؟ الحياه ماشيه وغصب ما عليك. سريعا لازم تعيش. باقر الشيخ بكلمتين. امنيه، والله امنيه ان يرتاح العراق. بس لا، هذه لا، انت صف نفسك بكلمتين. انا اصف نفسي بكلمتين، انسان بسيط احب ارسم، كل حياتي مبنيه على اساس الجمال فقط. جميل. ما احب للمعاناه ولا احب اللي يصير حاليا. جميل. جسدت الجمال في رسوماتك؟ هاي مهمتي كانت. جمال ماذا؟ جمال الروح، جمال الطبيعة، جمال المرأة، جمال الطفل، كل ذولي حبيت أشتغلهم. جمال. لأن شوف فترة أنت أيضا جميل الروح يعني. الله يخليك. لا يا معوض. جميل أمنيتك. والله هي هذه الأمنية، أني يجي يوم اللي نرجع مثل قبل، أنا وأنت وطبيعي وضحكتنا. ترى العراق الابتسامة متفارقة، يعني كنا أكثر شيء نسوي الضحك. أنا أريد بس الله يسلمنا إن شاء الله ويبعد عنا هالمأساة هذه اللي احنا بيها. جميل. بغداد. بغداد رغم هاي المآسي اللي بيها ورغم اللي صار، بس ترى بغداد هذا حالها، ترديد السواد وترجع تنزع وتلبس الأخضر. جميل. ولما تلبس الأخضر أذكرك بهذا اليوم. إن شاء الله. شكرا لك الفنان تشكيلي العراقي باقر الشيخ. إلي الشرف. شكرا. يا حبيبي إلي الشرف. وباقر المحمداوي نقول. لا اسمي باقر بالمناسبة. أنا ضد العشائرية. ليش؟ احنا لو نشيل بس العشائريه من الهويات مالتنا والله العظيم كنا ارتاحينا. خلي ولائنا للعراق. صعبه. جميل. هذا اللي اريده. شكرا لك. وشكرا على جمال روحك وابتسامتك الجميله. شكرا لك استاذ. الله يحفظك. الشكر موصول لكم احبتي على حسن المتابعه. نلقاكم الاسبوع المقبل في امان الله.